اهلا بكم احبتي المشاهدين بحلقتنا الجديده من برنامج سائق تاكسي. طبعا سائق تاكسي يركبون بينه كل الناس، موظفين، عمال كسبة، بطالين ايضا. ومن خلال لقائنا معاهم راح نسمع معاناتهم، مناشداتهم، ملاحظاتهم، رسالتهم للمعنيين والمسؤولين في الحكومة. خلينا نسمع هذه المعاناة وهذه الرسائل من خلال تجوالنا في مدينة الموصل. تابعونا. أبو الخير. لا أبو الخير يا الله. أبو إيش؟ أبو محمد. الزحام اليوم ها أبو محمد؟ أي والله يومي الزحام هنا. يومي الزحام. يومي هنا الزحام. هي يمكن الجسور شوي لها تأثير. الشمال لها تأثير، لها تأثير كثير. مع العلم عغضوا بعض الشوارع. والله حتى لو أجل ما يعرضوا سيارات كثيرة. الجسور بالدرجة الأولى. نعم. لها تأثير. إذا ما تكمل هاي الجسور حتى غالبا جسور إضافية هذا. إضافية مع خدمات شوارع، مع مجسمات، مع حتى تصير انسيابية أكثر بالحركة. بالضبط، يلا يروح على الزخم. أنت عندك هاي كم سنة المفروض كل سنة هاي أكيد المرور والطرق تتابع هاي الشغلات، كل سنة توسع، تعرض شوارع، تضيف شوارع، تضيف خدميات الشوارع. الإضافة ضرورية. الإضافة إي هاي كلها ما موجودة. هاي من 2013 إلى هسه، هذا كله هذا موجود. أبو محمد إيش تشتغل أنت؟ أنا سائق شاحنة. سائق شاحنة. قبل بالثمانينات يعني كان يمكن شغلكم أحسن. كثير مليون مرة أحسن. يعني يطلع على الأردن اللي يطلع على. أنا كنت أطلع على الأردن وسوريا ولبنان. أنا واحد منهم. يعني أنا أعرف سواق شاحنات كان حتى ينزل على أهله مثل الإجازة. ولا نجي بالثلاث اشهر بالاربع نجي لنا اسبوع زمان. كنت ثلاث اشهر اسبوع؟ ثلاث اشهر ما تلحق تروح تحمل. ايوه شغل يونس هاي كلها مكاتب هاي كانت مال النقل. هذا القمرك هذا القمرك هنا كان. يعني قصدي كانت اكو حركه تجاريه. حركه تجاريه بشكل كانت. هسه ما تقف. السياره ما تقف. نهائيا. نهائيا ما تقف، السياره من تقف على المكتب على الوصله. يبا. اطلع بوجهك. ابو محمد بالكورنيش كاتبه كاتب تتذكر يمكن هذول نقل داخلي كان اي معللات فصوله. نعم هذول كان نقل داخلي بغداد بصره عماره هذا يسموه نقل داخلي. نعم احنا كنا نقل خارجي كل من خارج على خارج العراق. اي لا ننقل من خارج العراق كنا نجيب. ها تجيبون؟ اي اوكو بعد من يودون من العقبه من طرطوس من الاصقيه. ايش كنتم تجيبون ابو محمد؟ والله اشكال مواد غذائيه، خشب، حديد، مواد انشائيه. لكن ليش هسه ماكو؟ هسه كلها الظروف مالنا من صار الحصار وجت هاي الحكومه كلها الامور وقفت. اختلفت الموازين كلها. هاي داك هاي جسور هاي وضعية ما جسور؟ لا والله ازدحام راح يصير بالدواسي. اكو مش يعني المدينة اكو بها شيء تغيير. اكو مشاريع تمام بس اكو مشاريع حلوة. والله حلوة بس ايش قد ما تونس هاي المشاريع. ما تونس. يبلط لي شارع، يصبغ لي رصيف. لكن اشنو اللي يونس؟ اللي يونس خلي اعمار هاي المدن هاي القديمة. قديمة. يعمروها يرجعون هاي العوائل الناسحة. اما كما ما يصبغ لي رصيف يرجع لي 100 بيت او 200 بيت بحق الصبغ ما تمام؟ هي ملف التعويضات يعني ما مقصدين بصراحه اقول لك اياه يعني عده عراقيل يعني يخلون قدام حيل. المتضرر جيب لي كذا وجيب لي كذا وجيب لي صحه كذا وجيب لي كذا يعني انا بيتي مصروف انا ما سويت تعويض. انت متضرر؟ متضرر وهاي دعقة انا مصوب بمينا في قضيه ما سويت تعويض. من ورا تاي دمني عندي انا جاي تصريح امني عندي كتاب الشباب بس تدعون قلبك وتروح وتجي بس بالفارغ فارغ
ما قدمت ما سويت. والله ابو محمد كثير ناس قلت لك والله ما مقدمين. ما مقدمين اللي رايح الان مصوب وبيتي مصوب سيارته او مجروح يقول لك انا تركض لي اربع سنوات هاي شغلية علي هاي شغلية اجوا عافية ان شاء الله فيك الحمد لله. يخلون عراقيل عراقيل يا اخي اخي ناس والله موقف الامني سليم هذه ينطيه بس تقول له كذا اخي ما امن واستخبارات و... اخي جبنا له كتاب من الاستخبارات واخر شيء طلعت هذه مال ايش مساءلة وعدالة مساءلة وعدالة ليكون مشمول بالمساءلة يا عدالة يا مساءلة والله كله عراقيل في تأخير أكيد أكيد عدم تسليمهم وعدم شمولهم أكيد ولا ناس كثير مضررين محتاجين والله كم اللي محتاجين المليونين دينار أشني والله محتاج دينار. كيلو طماطم وحق الله أكو عوائل محتاجة كيلو طماطم كيلو طماطم بربع دينار والله محتاجة كيلو طماطم بربع دينار صدقت ما بألفين دينار عوائل يعني ما بالصفر بس جوا الصفر مية درجة يا شو مماشى الحكومة ما تعرف والله كل شيء يعرفون لأن النواب من رشحوا كانوا يفترون يعني ومنين جايين جاي من تجي شوف مرض لك قطع ضام من سوق القصاصيب ها ايش دعوة يصير شوية بالماي دهن دهن هذا تعمل على اي على مرقة على ما لا اخي لك الطماطة جاي من جوال عربانة من جوال عربانة لا اخي لك البوتيتا من جوال عربانة لا ناس ما عدا لا والله ما عدا والله اكو ناس يا اخويا والله ما عدا والله مش ما اخو فيها اكو ناس كان اعظم والله اكو ناس بالقران يمكن انا احلف يمين يمكن وجبه باليوم تاكل الله اكبر نحن ببلد يعني غني غني ما تقول فقراء وما هي هاي المصيبه هو هذا النفط جاب البلع علينا لو مصر ام الملايين هذا البلد هو النفط الجالب البلع علينا لو ما عدنا نفط وعايشين مثل دول افريقيا والله يحسن عيش كثير احسن نعيش على الصدقات ما تمام على المساعدات هاي الاردن وما اردن كلها على المساعدات ارقى عيش عايشه ايش يختلفون عنا ما يختلفوا كل شيء ضحك على عيشتهم ضحك على عيشتهم فرق هاي لبنان هذه مصر مصر اسعى من الدول المتقدمه يا مصر انتم قناة وسووا قناة اللغ سووا قناة اللغ وسووا كهرباءهم وسووا اعمارهم وبنوا مجمعات سكنية حسنوا اقتصادهم حسنوا اقتصادهم رفعوا سعر الجنيه بحركة واحدة تعسوا ابو محمد قالوا البواخر اللي تدخل والسفن اللي تدخل من قناة السويس ما اريد بالدولار اريد بالجنيه المصري صار اقبال على الجنيه ارتفع سعره عالميا ارتفع سعره يا اخويا احنا هنا وبالإضافة إلى عندهم زراعة عندهم زراعة ما؟ عندهم صناعة البوق والسلب والكذب والنهب وكلها ماكو براس الفقير براس الفقير باسم الوطن وباسم الشعب وكلها كذب بوق وسلب ونهب ولا ذمة ولا ضمير الكل الدين الفساد أبو محمد أنت ملاحظ الكل الدين الفساد بالضبط وهم زين منو الفاسد؟ الشعب فاسد؟ والله اي مسؤول اي بالضبط يشكون يدين الفساد وما يقبل وزعلان زين من الفاسد الشعب فاسد الشعب هم الاصح اي شعب فاسد هم الاصح ويطالب بالاصلاح يا ابو الاصلاح احنا ما نحتاج الاصلاح الاصلاح يومكم ما بصوره عامه الاصلاح من الاساس من الاساس الاساس مالنا ما بنى بصوره صحيحه اي محاصصة ولهذا تكالبوا علينا والله ابو محمد ابسط شيء تكالبوا علينا لان ماكو من يردعهم صح ردع ماكو ابسط شيء ابو محمد والله يفتحون الزيت يريدون يقولون ريح الزناخه ما بالضبط زيت مستوردي بفلوس ومحسوب عليك بفلوس ترى ما ببلاش ما صدقه كله اكسباير والله ريحه الزناخه زين التجاره ويني الرقابة التجارية ويني؟ الرقابة الصحية ويني؟ كلها فاسدة وتاكل حصة وتغض النظر. يعني خاصة هذا زيت الاتحاد
تغض النظر لان لها حصه ونسبه. زيت زيت الاتحاد والله ريحته الكل تشكي من عنده. هاي وزعوه بالوجبه، منين جاء هذا؟ ليش دخل؟ ابني عم تصور. شوف يعني هذا بالله يعني بيه مصرف يابا؟ بعد تشتغل ابويا؟ الله يرزقك. هاي بيعوا ماي، شفتوا؟ بالرابع ابتدائي. كم واحد مثل هذا اكو؟ كم واحد مثل هذا؟ كم واحد بهذا؟ كم مثل لايت بالبلد؟ اللي كم واحد يبيع؟ واللي يبيع ماي واللي يبيع. هذا لو بالخليج يخلوه يجي يبيع ماي؟ بالخليج؟ ليش بالخليج؟ اي دولة؟ اي دولة على قولتك؟ اي دولة كانت بس عندنا. بس عندنا. اللي يقضي اطفال تقضي بالشارع. يعطل بمكان ما يلعب ويتونس ويرتاح مع اطفاله. او يراجع دروسه بالضبط. ياخذ له ربطه ماي 1000 دينار بقدر يربح له بالضبط 1000 دينار ياخذ له. والله ابو محمد انت تحكي والله هذا لو ما متوازي فلا يقف اكيد بالشمس. هسه احنا مشغلين تبريد والله حار حار رجعنا من عم. كيف طفل واقف بالشمس هذه لو ما اهله متوازيين؟ كم زين هذا جاء من المدرسه بس كم طفل انحرم من المدرسه واقف بالشارع وراح بطريق وراح بغير طريق. وعاد شوف يعني بصراحه كم طفل هسه عايف الدراسه ابو محمد ما سالك غير طريق. ابو محمد نحن دائما على تواصل مع قياده الشرطه للأمانة الناس متواصلين معنا ويعني ينطونا نشاطهم. والله كل اسبوع القاء القبض على مروجي مخدرات وعلى متعاطي مخدرات. هاي بالموصل. يعني وين كانت النهايه قبل؟ وين كانت؟ من يعرف شنو المخدرات؟ منو كان يعرف مخدرات عشني؟ بالاسبوع مرتين ثلاثة القاء القبض على مروجي وعلى متعاطي مخدرات. مخدرات بالموصل؟ كل اسبوع تقرا المانشيت بالموصلية مال الشرطة تطلع على الموصلية. نعم. كل يوم اي يوم لا القاء القبض على مروجي مخدرات وماذا العراق كله صار. للاسف العراق كله كان ما بيه مخدرات. ابد. ابد ولا يعرفون شنو ولا يعرفون شنو المخدرات. كنا نشوفها بس بالافلام المصرية. بس 40% من الشباب 30% كبسلة و... حباية شربوا حباية وطلبوا وين كانت هاي وين؟ شامس حاكي ما يعرف شيء ما يعرف والله اي ترجف من وراء المخدرات الجسم ودعك عليها نحيل اصفر صاير يلقى الدوليه صدقت مثل الوري الشباب اندمر شباب هذا البلد كله يعني المفروض يتجون على الرياضه يتجون يحتووهم يدعموهم على الاقل حتى يبعدوهم عن 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 هاي البيئه اخي خلوا يوفرون العمل والله ما اقول لك بس يمكن 50% تحد نعم من جماعه المخدرات تترك تنجر العمل وتنجر صدقت تنصلح الشاب من يطلع يطلع من هنا ومن هنا على بيتك اقرب لا لا رجعني بعدين شيخ انا الشباب وفر له عمل شوف ينصلح ولا ما ينصلح اكيد والله حتى الكبار ما بس الشباب ابو محمد اخ هسه احنا وقتنا راح جبناها كلها ضيم وضيماني قدامك 17 سنه جندي مكلف مواليد 57 نعم دخلت الجيش ادخل اخذ راتب 4 دنانير الا ربع نعم من 76 ل 91 تسريح ماكو جرة واحدة طلعنا ايد من ورا وايد من قدام مسحت ايدك بالحال كل شيء ماكو لا بيت لا لا بيت لا سيارة لا تقاعد لا رعاية لا مكافأة لا كل شيء كل شيء ماكو بس على الاقل هذا الجيل جينا ولدنا ايه والله ابو محمد انت قلت خوش كلام يعني احنا بعد مثل ما يقول شفنا اللي شفنا هذا يعني قسمتنا المشط براسنا اي قسمتنا لكن ولدنا بس هذول ولدنا ايش ذنبهم؟ يراد له مستقبل يراد يعني هسه من هسه مستقبله رايح دعك عليه على المخدرات وشو عمل ماكو يطلع من البيت ربع دينار ما بيوقع بشيخانه شاب يجيك على الشيخانه عم والله يخليك 500 تشتري لفه يابا يعني دحق عليه شاب 18 20 سنه حلو مبين ابن عزم او محترم يريد له 500 زي يشتري لفه فلافل يعني يعني اي مدوله الى هذا المرحله وصلنا اي وصلنا اي موجود هذا الشيء يوم 4 5 6 10 يجونا بعد
أنا فلافل بدر من القبيل، أو يجي قبل مقابيل فلافل ما عنده يصفن إلا إذا واحد جاي يطعمه. أو دي قاعد بشيخان واحد ما عنده ما يدفع عنه ما شيء، يقف بشيخان يدعك الله. والله يجي عمو ما شربني شاي. شاي ربع دينار. ربع دينار ما عنده. يطلع ما عنده، دا يقعد بشيخان يشرب. لكن هاي اشني وين ابو محمد؟ والله فلوس صارت 120 دولار 120 صارت 140 ونحن نفرح والله صار ب 80 اشقد يصعد الدولار اشقد ينزاد الضيم علينا لان يتكالبون على البوك اي اشقد يصعد الدولار نعم اشقد يزيد الضيم علينا احنا الشعب يتكالبون على البوك علينا يعني لا شرقت ولا غربت ما مستفادين كل شيء اقول لك احنا يا ريت بالبدايه قلت لك احنا يا ريت ما عدنا هذا النفط يا ريت ما دولة نفطية وعايشين على المساعدات كان أرقى عيشة مساعدات وزراعة أرقى عيشة كان مرتاحين لا احتلال كان أمريكي من البداية ولا انقلابات ولا 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 كل ولا صراعات سياسية ولا صراعات سياسية معاملنا وزراعتنا كان ومساعدات تجينا خير من الله وعايشين أحسن عيشة هانا حايل هاي الدول الباقية النفط نقمة جاء علينا ما نعمة اي والله نقمة لان اعتمدنا عليه لا زراعة ولا صناعة اخي لا قبل ما الميزانية قروها الميزانية قروها معتمدين هم متعمدين على النفط اخي متعمدين يذلول هذا البلد متعمدين ماكو ينخلوا لهذا البلد ليش معاملنا الشامبيه هم النهبوها هم الباقوها هم صنفوها ايش خرب المعاملنا والله ابو محمد يعني يم دورة اليرموك باتجاه الصناعة من الدورة إلى أن تصل تقريبا الصناعة مع الغانم السيد على اليسار كل معامل إلى تتذكرها موجودة لا زالت هاي معامل أهلية على تحكي معامل النسيج معامل أهلية معامل أكلينس ومافلينس كلها معامل حلويات سجاد وكل معمل مشغل تقريبا 50 عامل وين المعامل كلها والله يعني بس حيطان هسه بالجدران بس كان اكو مش معاملنا الحكوميه معاملنا الحكوميه لا هذا معمل النسيج معمل الولادي معمل المشن لا تسال عليها ويني معمل ادويه معمل ادويه منو باقى ما يقدر ترى لو اكو حكومه صيحه في سنه هاي كلها ترجع اي والله على مواردنا ابو محمد كنا نسولف على المعامل مال قطاع خاص الدولة كانت تدعمهم يعني يروح يقدم بالضبط. يقول انا عندي بناية عندي معمل اريد كذا تمدوا او دسوي معمل مشروع تمدوا. كذا تمدوا سامحوا من الضريبة سهلوا القمرك شيلوا من الضريبة ايه؟ تنطي قرض سهلوا امور الاستيراد سهلوا امور الدخول البضاعة ماله ايه العمال يشيل عنهم هسه والله ابو الفرن تعرف ياخذوا من عنده ضريبة ضريبة مال العاملين تمام يقول انا يعني انا شكور يا هذه الافران يقول والله انا ما عاد اطلع يا دوب بعد ما اشيل شيء يجي ابو يعني جهه معينه ما اعرف منو مسؤول عنه يقول له ابو نقابه العمال يمكن او اتحاد ما اعرف يقول له اريد مال العاملين سجل لي ضريبه اخذ من عندك يا باش ابو ما اشتغل شغل ما اكو والى اخره ايش تحتاج ابو محمد صراحة قبل ما أودعك ووصلت إيش يعني تحتاج؟ منو ليش يحتاج؟ البلد لعاني لا البلد ما أريد تجيب اسمك لا لعاني يقولون مطلب خاص أبد ما لي يعني يعني أي مطلب خاص بس الناس هو أنا جاري بالنسبة لي ما لي أي مطلب خاص بس البلد بصورة عامة إيش يحتاج؟ مصانع توفير فرص عمل مصانع صناعة كل هذا البلد يحتاجه كل ذكرته هذا البلد يحتاجه والصدق والأمانة فوق والصدق والأمانة والنزاهة المسؤول لازم يكون عنده ضمير بس ينشال هذا البوق من هذا البلد نحن بخير احنا بخير بلا نفط بلا نفط احنا بس ينشال هذا البوق احنا بخير بس موارد هذا البلد ترجع لأهله وبيد أيادي أمينة وبيد أكفاء يعرفون مصلحة هذا البلد ويوجهونا بالضبط يوجهونا الى اموال بصوره صحيحه والله في سنه يرجع البلد بسنتين ما سنه سنتين يرجع احسن بلد هذا اللي نتمناه
ان شاء الله خير. والله ان شاء الله نتمنى خير. اتمنى اي مكان ما اشوف هاي الشباب تفتردحك عليها بالشوارع، كل من بعمله يجي العصر على بيته يبدل ويكشخ وينزل الشباب حلو تحيه وعيه مرتب. ما الشباب نشبه بيهم. ايه ما تمام والله. من يحل من شغله من عمله حتى نشبه بيهم. هسا وين؟ هسا يطلع من 10 بالليل نوبات ما يجيك للصبح من الضيم ومن اخويا على راسي. فرصه سعيده كثير سعيد انه على راسي بيك. انا مرحبا بيك، انا لي الشرف الله يحفظك تعرفت بيكم. ممنون منك غالي. انا ممنون منك. يا الله في امان الله. السلام عليكم. مرحبا. وين؟ على وادي حجر. تفضل. الله بالخير. الله بالخير. مرحبا. اسم الكريم؟ مدحت. ابو؟ ابو يوسف. على راسي. على راسك. شو بيدك فايل واوراق اي والله استنساخات معامله والله عندي. معليش؟ والله ابني من ذوي الاحتياجات الخاصه. منو عندك؟ ابني. ابنك؟ ايه. اجر وعافيه. الله يعافيك. فمشيت المعامله فرادوا تدقيق بالاستخبارات. نعم. ايه رحت ختمتها ولازم ارجعها على الدائره، دحقت ما هذا الوقت. قلت له ارجع الساعه 12 ونص. الاحتياجات الخاصه وين ابو يوسف؟ الاحتياجات يم المستشفى العام. ايه وين حي الوحده؟ ها يم دائره الصحه. يم دائره الصحه. او مديريه الصحه. نعم. تعاملي هناك شلون؟ لا زين جيد والله. امانه اي والله لا بالله زين. انا شنو غادي سلمتهم تقرير، التقرير لازم اروح اوديه على البلديه. البلديه ليش؟ البلديه قالوا على اساس دول المعاقين عايز يخلصون قطعه ارض. ارض ها ينطون قطعه ارض على اساس. فقالوا تمشي معامله، فبديت اجراتها على البلديه وسلمتهم معامله ورجعوني على الاستخبارات. نعم. اي بس بالاستخبارات مشوا امرك لو اكو معوقات اكو؟ لا بالنسبه للبلديه مشوا امري، تعاملهم زين. منو؟ البلديه. البلديه اي والله، خصوصا جماعه الاستعلامات. نعم. يعني المراجعين والهذي معناتهم حيل زينه. طيب ابو محمد ينطوك راتب لابنك؟ ايه. ايش قد؟ 170. 170؟ ايه. والعلاجات اللي اشتروا لي اياها فوق ال 170. يعني تكمل؟ اكمل ايه. يعني الراتب هذا المفروض مال اكل وشرب ايه؟ واحتياجاته ايه؟ وامور الخاصه. فعلا ما امور الخاصه واحتياجاته كنت شغل تاخذ 300 اذا واكثر واكثر واكثر. يعني هو انت 170. 170 حفاظات اشتري مال احجام خاصه يعني. بيتك ايجار ولا ملك يا لا والله ايجار. ايجار؟ اي والله. ايش قد ايجار؟ 150. مع مولده؟ مع مولده ايه. تقله 250. اي طبعا. مصاريف يمين يسار. اي ما نحكي بيها. ما تنحكي لا والله. ايه والله المعيشه ما نحكي بيها. بعد مره والله. ايش تشتغل ابو محمد؟ انا موظف بالتربيه. عقد لو؟ لا لا دائم الحمد لله. دائم. الله يوفقك. الجميع ان شاء الله. مدير تربيه ماكو مشان؟ لا لا زين. لا مبور مديرك. لا والله لا والله انا مديري انا بقسم تربيه قضاء الموصل. المدير الخاص استاذ فتحي الحديدي. نعم. يعني انسان متواضع حيل زين. يعني من ناحيه المعامله من ناحيه اي شيء. والمدير العام؟ حيل زين. اي والله. يستقبل مراجعين كذا عنده يوم؟ ايه عنده ايام خاصه للمراجعين قسم المدنيين والموظفين مخصص ايام. نعم. اذا المدنيين مخصصين ايام. نعم. بالمديريه العامه والمواظفين هم كذلك. بارك الله بيه. بارك الله بيه. اي والله عفية على كل من يخدم مدينته. صح مبلى والله. انا استانس الصراحه الاستقبال مال البلديه حيل عجبني. شفتوا اي والله يعني مو بس يعني كراسي قاعه تبريد تبريد واستعلامات كان فوق الاربعه خمسه واربع خمس موظفين ايه
يستقبلوك ايش عندك؟ وانا وقاعد يمكن يطلع المعاون المدير شفته بالبيكام نزل عليهم قال انطوني المعاملات اللي بريتها وقعهن قبل لا اطلع. مش شغله كله قبل مشاهن قبل ما يطلع وقال نص ساعه وارجع. يعني ما زعلان لا لا بالعكس حتى وصاهم قال لا تاخرون العالم. الله يوفق كل اي والله انا هاي الشغله عجبتني الصراحه. ابو يوسف اريد اسالك يعني ايضا باعتبار انت من الكوادر التعليميه. نعم. هسه يعني راح تبدا الدراسه. اي. وراح يستقبلون خاصه الطلاب ذول الصغار الحلوين. صح. راح يسجلون اول ابتدائي. صح. كأنتم كاستعداداتكم حسب ما تسمع. اي. ما يعتبروا تصريح بس حسب ما تسمع او تشوف اشنو هي الاستعدادات مالكم؟ والله استعدادات بلغوا يعني انطوا اوامر للمدارس. بلغوا المدارس من الاعمار هي الاعمار المقبوله. نعم. هي الاعمار راح تمشي بهاي السنه من ناحيه المكملين من ناحيه كل شيء يعني. نعم. اي كلها متهيئه. توقيت معطيهم اوقات. نعم. بالنسبه لاستلام الفايلات وتعاون بينهم بين المستوصف. أم تسهيلاتهم. المستوصف على مود اللقاح. اللقاح. نعم. الطالب اللي خصصها في الأول ابتدائي من يسجل لازم يراجع مستوصف عينه إذا بي شغلات تحتاج لقاحات أو عناية خاصة. نعم. أو مدارس خاصة يستقبلوا بيهم. أبو يوسف إذا سألت. إيه. التجهيزات يعني مدرسية شنط أو التجهيزات الأخرى خلينا نقول القرطاسية ما نعم. متوفرة والله متوفرة اللي هاي ما الكمية لا يعني ما لا, لا ما مودش الكمية الصراحة أنا أعرفها يعني حد لا ما جاء أي شيء بهذا الخصوص والله هو باعتراف يعني اي ما صراحة الوزارة صح ماكو لا المديرية انه ما تكفي ما تكفي فعلا ما والبعض يضطر انه يشتري من برا الكثير كتب انا ولدي اشتري لهم من برا من برا اي مدارس نحتاج بعد نعم مدارس أي. ابنية مدرسية نحتاج أبنية. بعد ما اشوفها قليلة من ناحية المدارس قصدك نعم اكو مناطق تحتاج مدارس خصوصا المدارس التابعة للقضاء الموصل النواحي. تعرف ابو يوسف يعني هي رساله من عندي ومن عندك صح اتمنى انه تصل السيد مدير التربيه نعم انه مدارسنا اولا تحتاج ما بس رحلات اي وطلاب تحتاج صيانه للجامعات صيانه هاي فعلا تحتاج وقود للشتاء 100% شتاء صح والله بارد والله معلمين فعلا. معلمين بغرفهم بعض مرات ما عندهم فعلا تحتاج المدارس تحتاج يعني اتمنى من السيد المدير ومن السيد معالي الوزير وجه كتاب لوزارة النفط المفروض جهزوهم بالحصة صحيح مفروض بكل صف أكو مدفأة صح بكل صف أكو مبردة هذا المفروض تفوت عليها بالشتاء ماكو تجهيز ماكو مقضضين نسميها فعلا ميتين من البرد صحيح ما تمام صح. ونجي عليهم بالصيف البوخة والريحة فعلا لا تبريد بالصيف يعني الشروط ولا الصحية المفروض تتوفر في كل صف صح هذا ومن ضمنها إدارة الـ أو غرفة المعلمين فعلا هذا جاي المعلم صح ساعة أو 45 دقيقة صحيح يحكي ونشف ريقه يقعد ربع ساعة وخمس دقائق أو عشر دقائق ما للفرصة يرتاح صحيح فالمفروض غرفته بها تبريد بها تدفئة هذا المفروض بس أغلب المدارس ما بيها أغلبيتها ما بيها أي ما بيها والله جاماتهم بعض منهم مكسرة بعض منهم ما عندهم وقود صح نتمنى انه قبل العام الدراسي السيد صح. مدير التربيه يخاطب معالي الوزير انه يخصص لهم وقود الاقسام السعدنا المدارس تابع القضاء الموصل نعم يعني امر السيد المدير استاذ فتحي يعني لحد يوصل المدارس كلها اي مدرسه تحتاج يعني انا عاد تخطر نعم. يعني اي مدارس تحتاج ترميم شبابيك مثل ما قلت نعم. كهربائيات قدمونا كتاب رسمي وعلى الابنية تطلع لجنه كشف نعم يعني اسبوع سجل نقوصات اسبوع يعني 10 ايام تكمل نقوصات حلو حلو هاي المتابعه اي هاي المتابعه موجوده عندنا عافيه يعني نحن ابو يوسف والله ما يعني بهذا البرنامج لحد صحيح والله ما نستهدف احد صح لا فعلا نحن اللي يشتغل نقول له عافيه وبارك صح الله بيك فعلا فعلا واللي ما يشتغل نحن صحيح نوجه له ونقول له يابا ليش ترى عندك خلل صح يجوز ما تعرف يجوز ناسي نعم يجوز ما يوصلوا لك صح هسه اشدت بالبلديه اشدت بالمتابعه او
او ايش عندكم بالابنية المدرسية؟ ابنية مدرسية صح. يعني زين يتحركون او لا؟ بالنسبة لنا يعني انا قلت لك يعني تجينا طلبات على تلك القضاء من ناحية المدارس باليوم 20 طلب 15 طلب، هاي كلها مدارس تحتاج ترميم الى بناء. نعم. يعني المدير ما يرجعها، يتخذ الاجراء لازم. قلت لك 10 ايام تطلع لجان عندنا مهندسين يطلعون كشف حلو عليها. حلو 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 حلو. تكمل المدرسة. ابو يوسف انا يعني ما اريد اقول لك شيء واحد. ايه. والله اني اقهر على هذا الجيل. فعلا. انت ما لحقت عليها. صحيح. انت تعرف شانك واغذية؟ بلى. الموز واللبن. صح. والريوب والكذا والله حتى فواكه. نعم. تغذية مدرسية قبل بالسبعينات وحتى بالستينات وبداية الثمانينات. شان تاخذ يسموها التغذية مدرسية. موجودة. نتمنى ايضا هاي ترجع. صح. أكيد أكو طلاب والله حالتهم تعبانة كثير، خصوصا المناطق الشعبية. خاصة المناطق الشعبية فعلا. مرة يعني أنا ما أروح أطعم بصراحة. صحيح صحيح. مناطق الراقية بدون ذكر أسماء حتى لا يقولون الشعبية. أصدقائي ها طاري فلان. صحيح. أكو مناطق راقية والله الله الله يزيده. صح. وما بس أكو مناطق تعبانة متضررة. تعبانة يعني. مثل القديمة مثل مناطق وادي حجر وغيرها. خصص له. نعتبره حالة استثنائية. صح. بمناسبة الأكل وأنت ايش راح تتغدى اليوم؟ وصيتهم لو هيجي؟ لا هيجي. لا والله. والله يصير. أنت قنوع والله. إيش الحمد لله. يعني طلعت من الصباح ايه؟ عندي معاملة وهسه هاي رجعتي. يعني ما تشرط عليهم سووا لا 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 بكيفهم. والله اي والله. تخاف لو لا. احترام. لا والله احترام ماكو خوف. عافية. اي والله ماكو خوف. الحمد لله. الله يديم النعمة عليك على الجميع إن شاء الله. وعلى السامعين وعلى المشاهدين. شرفنا. وأيضا تحياتنا المدير تربية قضاء الموصل أستاذ فتح الحديدي. فتح الحديدي. أي والله. على نسوي زيارة. هذول السادة والله نسوي زيارة. أي والله سألك زيارة علينا. إحنا هم نقول له السيد أستاذ فتحي تمت وسادة أخويا. أي والله. عينك على أهلك بالأيمن. فعلا. أخويا أخويا. والله ما مخلي قصر الرجل. أكيد. أي والله. وأيضا إحنا نشيد بالساد مدير العام. مدير العام هم ما يخلق أيضاً قصرة. الرجل ما مقصر. صحيح. والكوادر هاي والله الحمد لله. لا والله كلهم عايش يشتغلون إيد وحدة. ضمن المستطاع. إيد وحدة إيه والله. والله ما مخلين قصرة إن شاء الله. الله يوفقكم. الجميع إن شاء الله. على رأسي شرفنا. تحياتي تحياتي أخوي. الله يبارك فيك. استقربوا يمنا. عامر إن شاء الله. إيه والله. ما خاف بكيفهم. لا لا والله حاضر. حاضر أنا. الله. إيه والله. يسلمك. هلا بالأستاذ. يسلمك أخوي. السلام عليكم أخوي. الله. طبعا خلال جولتنا اليوم مدينة الموصل بس نقول الله يعين أبو التاكسي يظل يفتر يلا يحصل له النفر ويتعاملون معانا، يقول له 3000 يقول لا ما بيها مجال 2000 يقول له 2000 يقول له أهم العالم حقه بسبب البطالة اللي ذكرها أخوي أبو محمد. وأيضا نوه أبو محمد على أنه انتشار المخدرات. نحن نتمنى أيضا من أولياء الأمور لأن هاي ما دخان تبين كوي حبائي صغيري يشتغيها بكوم فلوس بس تؤدي إلى هلاكه. نتمنى أنه يتابعون أولادهم تصرفاتهم حركاتهم ويصب يروح ويصب يجي مع من يمشي. مثل ما ذكرنا أنه الأبطال في قيادة الشرطة كل أسبوع تعطي بيان أو تعطي إعلان إلقاء القبض على مروجي ومتعاطي المخدرات. هذه كارثة. نتمنى أنه ننتبه على أولادنا مثل ما ذكرت وأكد كوية ماجي قايرة تبين أو أرقيلة تبين. لا والله حباي يوزعوها يجيبوها وعتشعون آلاف الحبوب عتدخل إلى العراق. الأخ الثاني أبو يوسف كان عنده معاملة في دائرة الاحتياجات الخاصة يعني مشي بيها. بس أيضا نحن نوهنا هو نوه أنه بعض المدارس نحن نتمنى أيضا يتابعون مسألة الوقود مسألة التبريد مسألة المعلم يقف 45 دقيقة أو المعلمة تنشف ريقة مع أولادنا. أولادنا والله يا أبي نغادم قلبي القداتو وبكل بيت أكو كواحد زلز نسمينه لا المعلم يسيطر علينا أبونا أساسا ما بعض المرات يطفروا. فالله يعين المعلمين. فهذا من يرجع المعلم أو المعلمة تغيد ترتاح هم تغيد لغرفة بها تبريد بها تدفئة بالإضافة إلى الصفوف. من حق الطالب أيضا يتمتع بالتبريد يتمتع حتى شوي يستوعب ما يروح مقسل سميها أو يقضقض قاعد يركز على المعلمة لو يقعد يغجب. هذا شغلة مهمة نحن نطالب أيضا السيد مدير التربية يتابع موضوع الوقود
وايضا موضوع التدفئه والتبريد. الى هنا احبتي المشاهدين بعد هاي جوله بمدينتنا الموصل نقلنا رسائل عديده. الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج سائق تاكسي. انتظرونا مع لقاء اخر وحلقه ثانيه. تقبلوا تحيات كادر عمد، تقبلوا تحياتي انا زياد السميداي. الى اللقاء.